بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال سنة أولى، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وكسان طيبين يا رب. خلاص احنا بالعشر الأواخر أهو، يا رب إن شاء الله نكون من المعتوقين ومن المقبولين إن شاء الله في رمضان، وإن شاء الله يبقى عيد سعيد علينا كده وعلى الأمة الإسلامية كلها، ودايما مع الناس اللي بنحبهم يا رب إن شاء الله. معاكم زميلتكم يارا محمد فضالي، فرقة تانية. ان شاء الله النهارده نتكلم عن محاضرة جميلة بعنوان التيومر اميونولوجي. يعني ايه بقى تيومر اميونولوجي؟ قالك والله احنا اتفقنا ان الجهاز المناعي بتاعنا قاعد كده مش سايب حاجة في حالها، دي نعمة كبيرة من ربنا. اتفقنا ان اي باثوجين او اي مثلا بكتيريا اي فيروس اي حاجة داخلة جسمنا طبيعي ان الجهاز المناعي يعمل ريسبونس ضدها. احنا شايفين في الصورة دلوقتي عندنا في النص كده خلية سرطانية او تيومر، يعني ماس كده من التيومر وحواليه شويه ليمفوسايت وحواليه شويه خلايا مناعيه عامله حفله عليه كده، ودي من نعمه ربنا. فدي التيومر ايمونولوجي، معناها المناعه اللي الجسم بيقدمها لو هذا الجسم فيه خليه سرطانيه. طيب قالك اول حاجه احنا برضو عارفين ان لو انا عندي مثلا خليه نورمال اهي بيكون عليها انتجين معين، الانتجين ده المفروض ان الجسم متعرف عليه. يعني ايه؟ يعني مثلا حد كده لو قاعد كده في بالليل الساعه 12 كده وقاعد بالاوفر سينكينج بتاعه، قالك هو ازاي الجهاز المناعي بيفرق او ازاي الجسم ما بيهاجمش الخليه النورمال بتاعتي؟ نقول له يا سيدي الفاضل، لان الخلايا الطبيعيه النورمال دي عليها انتجين كده، الانتجين ده لما خلايا المناعه بتشوفه بتقول له ده تبعنا. يبقى الجهاز المناعي عارف ان الخليه سين دي عندها انجن معين، لما بيشوفه يعرف ان الخليه دي تبعه. لكن لو الانجن ده في يوم من الايام اتغير لاي سبب، لو انا عندي الخليه نفسها اهي والانجن ده مثلا بقى انجن مختلف كده، لا ساعتها الجهاز المناعي بيهاجم الخليه، لان الانجن مش هو الانجن اللي انا اعرفه، مش هي دي الخليه اللي انا اعرفها. طيب هو ايه اللي يخلي الخليه تتحول من خليه نورمال لخليه مالجننت؟ قال لك والله كذا سبب. اول حاجه مثلا ممكن يبقى مواد كيميائيه، نسمع كتير جدا عن مواد كيميائيه مسرطنه، او مواد فيزيائيه الفيزيكال، زي ايه مثلا؟ واحد اتعرض لراديشن اشعاع او حاجه، او زي او اي كارسينوجين. عموما كلمه كارسينوجين معناها ايه؟ كلمه كانسر يعني جاي سرطان، وكلمه جين يعني محدث، فكلمه كارسينوجين يعني حاجه محدثه للسرطان او ماده مسببه للسرطان مهما كان نوعها. او فيروسات، بعض الفيروسات بتدخل جسمي وتعمل لي جاست انفكشن عاديه كده، وبعض الفيروسات رخمه بنسميها اونكوجينيك فيروس. كلمه اونكو برضو معناها اونكولوجي، معناها علم الاورام، فاونكوجينيك معناها برضو فيروسات قادره انها تعمل ورم، اونكوجينيك فيروس. زي الهيومن مابيلوما فيروس، وخصوصا سب تايب 16 و18، لانه كنت عارفه ان شاء الله كده لما تكبروا انه الفيروسات في منها سب تايبس. يعني الهيومن مابيلوما فيروس ده فيروس في منه انواع طيبه وفي منه انواع شريره. الانواع الشريره وخصوصا سب تايب 16 و18 دول بيعملوا سرطانات. مش مهم قوي التفاصيل دي، ولكن انا بديكم بس مثال. طيب قال لك هنا transformation of normal cell to malignant cell can occur by a كمان احنا عارفين ان الجسم بتاعنا بيحصل فيه انقسامات للخلايا كل يوم، ما ممكن مع شويه الانقسامات اللي بتحصل دي تحصل شويه تفرغات، صح؟ ممكن. فقال لك برده ان الخليه عشان تتحول من نورمال لمالجنت ممكن مثلا بيبقى بسبب سبونتينيوس ميوتيشن، تفرغات كده نتيجه الانقسامات اليوميه اللي بتحصل في الخلايا، ممكن بسبب ماده كيميائيه او فيزيائيه او اي كارسينوجين عموما، او اي فيروس مثلا زي هيومن بابيلوما فيروس ولا حاجه. طيب هذه الخلايا اللي تحولت من نورمال الى مالجنت بقت انتجينيكالي ديفرنت فروم النورمال سيل زي ما قلت لكم من شويه، ولهذا الجهاز المناعي بيدمرها. تقوم بقى الناتشرال كير تدمرها، الماكروفاج، التي سيل، التي سيتوكسيك سيل بيفور زي كان ديفلوب انتو كلينيكال ديتكتبل تيومرز. بعض انواع السرطانات مش كلها، يعني ممكن اصلا واحد يجيله تيومر والجهاز المناعي يدمره وهو ما يعرفش، تمام؟ ودي حاجه بنسميها اميون سيرفلنس. يعني ايه كلمه اميون سيرفلنس؟ اميون سيرفلنس يعني السيرفلنس معناها هروب، او معناها المراقبة المناعية. يعني ايه؟ يعني ان الجهاز المناعي كده مش واقف حاطط ايده على خده، لا ده بيراقب الدنيا. كلمة immune surveillance معناها ان الجهاز المناعي واقف بيهاجم، او واقف اسفة بيراقب الخلية، اي خلية حصل لها طفرة، اي خلية تعرضت للانكوجين ولا حاجة بيقضي عليها، تمام؟ طبعا معروف ان الشخص مثلا ده لو عنده اي فاكتور بيقلل المناعه بتاعته ده بيزود فرصه انه مثلا يبقى عنده مالجنسي. يعني مثلا لو انا جبت شخصين قدامي، واحد مثلا عنده دايابيتس مايتس، واحد عنده سكر مثلا، واحد سليم، مين فرصه ان يجيله تيومر اكتر؟ اللي عنده دايابيتس مايتس، لانه المناعه بتاعته ضعيفه. هي مش قاعده، ولكن بنقول ان دايما العوامل اللي لو الشخص ده بيتوفر عنده العوامل اللي بتضعف المناعه ده بيزيد من فرصه المالجنسي عنده، تمام؟ طيب قالك ايه الايفيدنس اوف فور اميون رياكتيفيتي تو ذا تيومر؟ يعني قلت لي ان الجهاز المناعي ده بيهاجم التيومر، ما دليلك بقى؟ قالك في الاول كده معلومه ان التيومرز ذات هاف سيفير ليمفوريتيكولار انفيلتريشن هاف ا بيتر بروجنوس. يعني ايه؟ يعني مثلا لا قدر الله واحد عنده تيومر في اللنج، جيت انا على التيومر ده خدت منه عينه كده، وبعدين جيت افحصها تحت الميكروسكوب، لقيت ايه تحت الميكروسكوب؟ لقيت عند التيومر ماس، وحوالين التيومر ماس فيه ليمفوسايتك انفيلتريشن، يعني لقيت كميه ليمفوسايت
وكميه خلايا مناعيه كبيره جدا جدا. ده يطمني ولا يقلقني كدكتور؟ لا ده يطمني جدا. ليه؟ ده معناه ان الجهاز المناعي بيهاجم التيومرز دي، فهعمل عمليه زي حفله كده، اللي هو انا عندي لينفوسايت كتير قوي بتهاجم الخلايا المناعيه، فيقول لك ان اي تيومر في لينفوسايت كتير فده معناه ان البروجنوز بتاعه او معناه انه مصيره حلو، يعني مش تيومر بشع قوي، لا حلو. طيب بيقول لك ان بعض التيومرز دي زي الميلانوما اللي هو السرطان اللي بيجي في الميلانوسايت، والنيوروبلاستوما ده سرطان كده بيجي من خلايا امبريونيك، مش مهم التفاصيل نعرفه بس الاسامي. التيومرز دي اصلا ممكن تيجي للشخص ويحصل لها ريجريشن سبونتينيوس، يعني تختفي من تلقاء نفسها كده من غير علاج ولا اي حاجه. ليه؟ لان فيها لينفوسايت كتير، فالجهاز المناعي بيقدر انه يقضي عليها. تمام. بعد كده قال لك ان there is an increased incidence of malignancy خصوصا الليمفوريتيكولار تيومرز ان اميون ديفيشن، زي ما قلنا من شويه ان الشخص لو مناعته ضعيفه ده بيزود من فرصه الايه السرطانات، سواء كان بقى التيومر ده برايمري او سكندري. واحنا ان شاء الله عارفين يعني ايه الفرق بين البرايمري تيومر والسكندري، يعني لو انا عندي مثلا اللنج طلع تيومر في اللنج منها لنفسها كده سميه ده برايمري تيومر في اللنج، لكن لو جاي لها من اورجان كده مثلا فبسميه سكندري او ميتاستاسيس تيومر. تمام. طبيعي برضو ان انا لما يكون شخص عنده تيومر ان انا الاقي مثلا في دمه شويه انتي بوديز، شويه ليمفوسايت، حاجات كده بتقول لي ان الجسم بيهاجم او تديني مؤشر ان في حاجه غريبه جوه جسمي. هيقول لك ان في انتي بوديز وفي اميون تي ليمفوسايت في السيتوتوكسيستي اند الميتوجينيك ريسبونس السي، يعني لما اجي اعمل كده حاجات مثلا او اعمل اختبارات او كده هلاقي عندي انتي بودي ولا عندي تي ليمفوسايت هاف بين ديتكتد ان بيشنت وذ تيومر. تمام. قال لك برضو سطر اخير كده ان الانيمالز كان بي سبيسيفيكالي اميونايزد اجينست فيريس تايب اوف تيومر. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عندي فور مثلا والفور ده وليكن عنده مثلا كانسر في السيرفكس، سرطان في عنق الرحم اللي عامله مثلا الهيومن بابلوما فيروس، الفور ده عنده كانسر صح، وعنده كمان شويه لينفوسايت، طبيعي ان الجسم يعني المناعه هيبقى عندها شويه لينفوسايت. تمام. انا هعمل ايه؟ انا عندي فور سليم اهو، طبعا الحاجات دي بنعملها الاول على الانيمالز وبعد كده بنجربها بعد كده على البني ادمين. هي على الفور اللي عنده سرطان ده وياخد حاجه من الخليه المناعيه بتاعته. تمام. انا خدت اهو خليه مناعيه عنده، بعد كده اعمل ايه؟ قال لك اجي على الفيروس على الفيروس السليم ده واحقنه بهيومن، اسفه هحقنه بهيومن بابلوما فيروس، واحقنه في نفس الوقت بالخليه المناعيه اللي انا خدتها من الفور اللي عنده تيومر. قال لا هو انت بتحقن الفيروس بهيومن بابلوما فيروس انت عايز تموتيه يعني؟ لا مش عايز اموته ولا حاجه، انا عايز اثبت بس ان انا لما احقن الخليه المناعيه مع الهيومن بابلوما فيروس اللي هيحصل للفور ده بس انه هيجيله انفكشن بالهيومن بابلوما فيروس، بس مش هيحصل له تيومر. انا قلت لكم ان الهيومن بابلوما فيروس في منه حاجات طيبه تعمل انفكشن بس كاي فيروس، ومنه حاجات شريره تعمل لي تيومر. فانا بقول دلوقتي لما خدت خلايا مناعيه من فار اصلا الجسم مكون خلايا مناعيه ضد التيومر اللي عنده، وخدت الخلايا دي وحقنتها مع الهيومن بابلوما فيروس وفار سليم، الفار ده ما حصلوش كانسر. ليه؟ لانه انا حقنته بخليه مناعيه. بس ده اللي احنا عايزين نقوله هنا. طيب قال لك بعد كده بقى احنا قلنا القصه دي انه بيحصل تشينجينج لما الخليه النورمال بتتحول لمالجنان سيل، بيحصل التريشن اوف ذا انجينيك بروفايل اوف سيل، زي ما قلنا من شويه وهو عمال يعيد في الكلام كده ان الخليه النورمال لما تتحول لمالجنانت الانجينيك ستراكشر اللي عليها بيتغير، وبالتالي الجهاز المناعي بيبقى بيهاجمها. قال لك كمان ممكن الانجين ده اصلا يبقى جيت لوست خالص، فاللي هو الخليه بقت الخليه النورمال دي بقت بالنسبه للجسم خليه غريبه جدا فالجسم بدا يهاجمها. طيب عايزين نتكلم، خلينا الاول نرجع احنا قلنا ايه كده قبل ما ندخل على تيومر. اول حاجه قلنا تيومر ايمونولوجي، عرفنا يعني ايه اصلا ايه اللي يخلي الخليه النورمال تتحول لخليه مالجنت. تمام. عرفنا كمان ان الجهاز المناعي بيبدا يهاجمها، ودي حاجه اسمها اميون سيرفلنس المراقبه المناعيه، وقلت كل ما كان الشخص مناعته ضعيفه كل ما فرصه ان يجيله مالجنت تيومر بتعلى. طيب بعد كده قلت كل ما كان التيومر فيه ليمفوريتيكولار انفلتريشن عالي كل ما كان البروجنوز بتاعه احسن، زي مين؟ زي الميلانوما والنيوروبلاستوما اللي بيحصل لهم ريجريشن من تلقاء نفسهم كده لان عندهم الليمفوسايت كتيره فالجهاز المناعي بيهاجم التيومر ده. تمام. قال لك برده لو انا جيت ابص مثلا عند انسان عنده تيومر هلاقي عنده انتي بوديز كتير ولا عنده ليمفوسايت كتير، قلنا بتاع الايمونايزيشن بتاع الانيمال ده. تمام. بعد كده تيومر انجن، يعني ايه كلمه تيومر انجن؟ يعني انا مثلا الخليه اهي دي خليه تيومر عليها انجن، الانجن ده اللي بيقول للخليه المناعيه او للجهاز المناعي ان انا تيومر، ان انا حاجه غريبه. واحنا عارفين كلمه انجن هي اي حاجه بتستحس الجهاز المناعي. تمام. قال لك التيومر انجن دي نوعين، في حاجه اسمها تيومر سبيسيفيك انجن وحاجه اسمها تيومر اسوشيتد انجنز. يعني ايه؟ قال لك والله من اسمها كده تيومر سبيسيفيك انجن، يعني هذا الانجن سبيسيفيك لهذا التيومر. يعني مثلا لو انا عندي تيومر لا قدر الله في اللنج فانا عندي انتجن سبيسيفيك للتيومر اللي في اللنج، لو واحد عنده تيومر في البروستات فهو عنده انجن سبيسيفيك للتيومر بتاع مين؟ بتاع البروستات. قال لك لما نيجي نعرف بقى ايه تيومر سبيسيفيك انجن، قال لك والله دي الانجنز اللي موجوده بس على المالجنان سيل ومش موجوده على النورمال سيل، وده منطقي انا عرفت من اسمها كلمه سبيسيفيك انجن، يعني
سبيسيفيك للتيومر بس، يبقى طبيعي ان انا هلاقي الانجنز دي موجوده على الخليه المالجنت ومش هلاقيها على النورمال سيل. طبعا دي حاجه مهمه بتساعدني كدكتور ان انا اول ما الاقي الانجن ده موجود عند العيان اعرف ان الانجن ده نورمال، ميبقاش موجود، ميبقاش موجود بس غير في الخليه المالجنت، فده يقول ان الشخص ده عنده مالجنسي. تمام. زي ايه؟ قال لك في منها انواع. اول حاجه فيروس انديوزد انجن، يعني ايه؟ اتفقنا ان الفيروسات القادره على احداث سرطانات بنسميها اونكوجينيك فيروس. قلنا اونكو جاي من الانكولوجي اللي هو علم الاورام، وجينيك يعني محدث، فالفيروس اللي بيعمل سرطان بنسميه اونكوجينيك فيروس. قال لك والله مثلا لو انا عندي خليه طبيعيه اهو، وادي عندي فيروس اهو والفيروس ده اونكوجينيك، اول ما يدخل جوه الخليه هيعمل سرطان ازاي؟ قال لك والله في طرق كتير قوي، مثلا من احداهم انه يقوم جاي عامل انتجريشن للدي ان ايه بتاعه مع الدي ان ايه بتاع الخليه، تمام، فيعمل كده يصنع لي بروتينات جوه. فبعد كده عايز يعمل ايه بقى؟ ايه الانجن ساعتها؟ انا دلوقتي عندي فيروس دخل جوه الخليه الطبيعيه عمل انتجريشن للدي ان ايه بتاعه مع الدي ان ايه بتاع الخليه، وقعد بقى يصنع لي بروتين، وقاعد بقى كانه ايه بيته جوه بقى. طيب قال لك يبدا يعرض شويه بروتينات على سطح الخليه من بره، او يعرض شويه انزيمز. قال له وانت قلتي لي البروتين دي جايه منين؟ قلت ان هو جوه قاعد بقى يعمل ريبليكيشن وترانسكريبشن براحته بقى، امال الانزيمز دي جابها منين؟ مش هو عشان يكون البروتينز وعشان يعمل العمليه دي هو محتاج انزيمز؟ قال لك اه، عشان كده بيقول لك ان الفيروس انديوزد انجن سيلز انفكتد وذ اونكوجينيك فيروس يوجوالي ديسبليس نيو انجن اون ذا سيرفيس. يعني الخليه زي ما قلنا كده، الخليه اللي جواها فيروس غالبا بيبقى عليها شويه انجنز، الانجنز دي بتكون في صوره ايه؟ يا اما فايرال بروتين، البروتين اللي الفيروس كونه جوه، او نيو انزيمز. الانزيمز دي جايه منين؟ قال لك الانزيمز دي الفيروس بيطلعها كده عشان تساعده في الريبليكيشن. تمام تمام. اداني امثال. اول حاجه في تيومر عندي اسمه بريكتس ليمفوما. ايه البريكتس ليمفوما ده؟ ده تيومر في الليمفوسايت، بيبقى فيه ابنورمال بيتا ليمفوسايت، ما يهمنيش التفاصيل ولكن اعرفوا الاسامي. عايزين نعرف ايه؟ قال لك والله البريكتس ليمفوما دوت، تمام، بيعملوا فيروس اسمه الايبشتاين باير فيروس، الاي بي في فيروس. تمام. طيب لما الخليه، يعني مثلا عندي خليه طبيعيه اهي، وادي الاي بي في فيروس دخل جوه، فلما دخل جوه الخليه عمل فيها سرطان اسمه ايه؟ اسمه بريكتس ليمفوما. فبلاقي عنده انجن كده اسمها نيوكليير انجن، بيعمل انجنز كده على النيوكليوت. تمام. طيب عندي فيروس اسمه الهيومن بابيلوما فيروس، ادي اهو الخليه وادي الهيومن بابيلوما فيروس، لما بيدخل جوه الخليه بيعمل ايه؟ قال لك اهو ادي خليه فيها هيومن بابيلوما فيروس، الخليه بتقوم جايه عارضه على سطحها كده بروتينات اسمها اي 6 واي 7. تمام تمام. واحنا قلنا قبل كده ان الهيومن بابيلوما ده بيعمل نوع من انواع السرطان اسمها سيرفايكال كانسر، سرطانات عنق الرحم. كل اللي عايزاكم تعرفوه هنا، اول حاجه ان احنا بنتكلم عن تيومر سبيسيفيك انجن، اول حاجه من انها سبيسيفيك فهي موجوده على التيومر سيل مش موجوده على النورمال سيل. تاني حاجه اول نوع اللي هو الفيروس ده، عايز اعرف ايه؟ انه لو خليه جواها اونكوجينيك فيروس الانجن هتكون في صورتين، يا اما بروتينات يا اما انزيمز. طيب عايزاكم تعرفوا ان البريكتس ليمفوما معمول بي بريكت بالبار فيروس، الايبشتاين بار فيروس. طيب الخليه اللي جواها الايبشتاين بار فيروس واللي عندها بريكن ليمفوما بتطلع على سطحها ايه؟ نيوكليير انجن. طيب الخليه اللي جواها هيومن بابيلوما فيروس بتطلع على سطحها بروتينات اسمها اي 6 واي 7. طب هو اصلا الهيومن بابيلوما فيروس بيعمل سرطان اسمه ايه؟ سيرفايكال كانسر. قال لك والله يعني ايه؟ السطر الاخير ده بيقول لك مثلا انا عندي خليه اهو، وادي الهيومن بابيلوما فيروس لما يدخل جوه بلاقي على سطح الخليه كده اي 6 وايه 7. قال لك ده في 70% او 80% من سرطانات السيرفايكال كانسر، يعني مش كلها بيعمل كده ولكن النسبه الاكبر يعني بيحصل فيه كده. تمام. بعد كده لسه برضو بتكلم في التيومر سبيسيفيك انجنز، اللي هي الانجنز الموجوده على التيومر مش موجوده على النورمال سيل. الكيميكال اند الفيزيكال كارسينوجين انديوسد كانسر، يعني ايه؟ قال لك مثلا احنا قلنا من ممكن الحاجات اللي تعمل لي تخلي الخليه تقلب من نورمال الى مالجنسي هي المواد الكيميكال. تمام. قال لك لو انا عندي ماده كيميائيه، الماده الكيميائيه دي عملت لي سرطانين في مكانين مختلفين، عملت سرطان مثلا في اللنج، وعمل مثلا سرطان في البروستات. قال لك ان الانتجن، ادي مثلا خليه اللنج مثلا ودي خليه البروستات، الانتجن اللي هيطلع هنا غير، خلينا نعمله بلون تاني، غير الانتجن اللي هيطلع هنا. قال لك ده نفس الكيميكال، يعني نفس الماده الكيميائيه عملت لي تيومر في مكانين بس الانتجن هنا مختلف عن الانتجن هنا. قال لك اه، وبالتالي الاستجابه المناعيه ضد الانتجن هنا غير الاستجابه المناعيه ضد الانتجن هنا. فاللي عايزاكم تعرفوه عن الكيميكال اند الفيزيكال كورزن انديوسد كانسرز، يعني السرطانات اللي بتحصل بسبب المواد الكيميائيه والفيزيائيه، ان الانجنز بتاعتها كومبليتلي يونيك تيومر سبيسيفيك انجن. دي الكلمه دي الكي وورد عندنا. فيقول لك ايه؟ ايفن وذ ذا سيم كيميكال كارسوجين، يعني لو انا عندي كيميكال كارسوجين عمل لي تو سيبريت تيومر ديفرنس، زي ما قلت لكم عندي ماده كيميائيه مثلا عملت سرطان في اللنج وعملت سرطان في البروستات، مكانين مختلفين اهم، ذا انتجنز ار ديستنكت، يعني الانجن اللي هنا غير الانجن اللي هنا، وبالتالي الاميون ريسبونس اللي هنا غير الاميون ريسبونس اللي هنا. يبقى كل اللي عايزاكم تعرفوه في السرطانات بتاعه الكيميكال والفيزيكال دي انها يونيك تيومر سبيسيفيك انجن. تمام. طيب
رقم 3 برضو لسه في التيومر سبيسيفيك انجن حاجه اسمها ميوتيتد اونكوجينز اند تيومر سبريسور جين. نورمالي انا كانسان عندي خليه او عندي جينات طبيعيه تمام، وعندي حاجه اسمها تيومر سبريسور جينز. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلينا حاجات في جسمنا بتبقى بطبيعتها بتنهبت تكوين التيومر. تخيل بقى لو الجين ده حصل فيه ميوتيشن، حصل فيه طفره، ممكن يعمل لي كانسر صح. طب لو التيومر سبريسور جين ده حصل فيه طفره، ما عادش هيسبرس التيومر، خلاص ما عادش ينهبت التيومر فيحصل كمان تيومر. طيب فقال لك اهو ميوتيتد اونكوجين اند ميوتيتد تيومر سبريسور جين برودكت. زي ايه؟ قال لك مثلا لو جينز، يعني في جينز مثلا بيكوز ذس التر جين ار نوت بريزنت نورمال سيل، يعني ايه؟ انا عندي جين الطبيعي، طب لما جين يحصل له ميوتيشن، لا هو انا كده الجسم بالنسبه للجسم وحاجه غريبه، فهيقول لك دونت انديوس سيلف توليرانس. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي جين وليكن مثلا الجين ده سين، الجين ده موجود طبيعي في جسمي والجسم عامل له سيلف توليرانس، يعني متعود عليه وهو متعود عليه، لا الجسم بيهاجمه ولا هو بيعمل حاجه في الجسم. طيب لو حصل بقى ميوتيشن في الجين ده، اتحول مثلا من سين بقى عين مثلا، لا ما عادش فيه سيلف توليرانس، ما عادش فيه الجسم هيسيبه كده في حاله، لا ده انا هبدا اهاجمك تمام. طيب البيبتايد دريفت فروم زي ايه البيبتايد دي؟ قال لك بقى تيومر سبريسور جينز، لما لو انا مثال لتيومر سبريسور جين ممكن تبقوا عارفينه البي 53، ده كده حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان تنهبت تكوين التيومر. لو حصل فيها ميوتيشن بيطلع منها مواد زي البيبتايدز. المواد دي بتعمل ايه؟ المواد دي بتحفز الجهاز المناعي، مواد غريبه تقوم جايه محفزه الجهاز المناعي هيبدا يهاجمها. زي ايه؟ قال لك زي الاونكوجين برودكت، زي الراس ده، اصلا الراس ده تيومر جين اصلا موجود طبيعي، لما بيحصل فيه ميوتيشن بيكوني سرطان. طيب البي 53 ده تيومر سبريسور جين بطبيعته، لو حصل فيه ميوتيشن يكوني سرطان. يبقى اذا اتكلمت عن التيومر انجن، اول نوع تيومر سبيسيفيك انجن، قلت سبيسيفيك علشان هو موجود على التيومر سيل ومش موجود على النورمال سيل تمام. قلت زي ايه؟ فيروس انديوسد انجن، وسرطانات بتحصل بسبب المواد الكيميائيه او الفيزيائيه او بسبب ميوتيشن. قلت الفيروس، عايزاكم تعرفوا ان هو ايه؟ الفيروس الخليه اللي جواها اونكوجينيك فيروس بتعرض الانجن، يا اما بروتين يا اما انزيم. قلت عندي هو اداني مثالين، البركتس ليمفوما اللي بتتعمل بالابشتاين بور فيروس واللي بيعرض على سطحه نيوكليير انجن، والسيرفايكال كانسر اللي بيحصل بسبب الهيوما بالوما واللي بيعرض على سطحه البروتينات اللي اسمها E6 و E7. طيب تاني حاجه قلنا الكلمه الاساسيه هنا في رقم 2 كومبليتلي يونيك تيومر سبيسيفيك انجن، واحنا شرحناه. بعد كده قلت ان لو حصل ميوتيشن في التيومر سبريسور جين الطبيعيه يحصل كانسر، حصل ميوتيشن في جين يحصل برضو ايه؟ كانسر. بيديني حاجه اسمها اونكوجين برودكت، يعني الجين ده لما بيحصل له ميوتيشن بيكوني كده زي برودكت كده بتستحس الجهاز المناعي تمام. النوع الثاني من التيومر انجن حاجه اسمها تيومر اسوشيتد انجنز، يعني انجن موجود على الخليه المالجننت وموجود على الخليه النورمال، يعني مش سبيسيفيك للخليه المالجننت بس. طب انا كدكتور هستفاد من ده في ايه؟ يعني انا مثلا لو جاني مريض عنده الانجن ده وانا عارف ان التيومر الانجن ده مش سبيسيفيك، يعني موجود في الاثنين، طب ما انا كده ممكن اتلخبط، ممكن مثلا اقول له انت عندك تيومر وانا عارفه ان التيومر ان الانجن ده ممكن يبقى موجود نورمالي اصلا هو مش عنده تيومر ولا حاجه. قال لي اهو النوع ده من الانجن بنستخدمه في الفولو اب في البروجنوزس مش الدايجنوزس. يعني ايه؟ قال لك والله بستخدمه في الفولو اب، يعني انا مثلا عارفه ان الانجن ده كان بكميه معينه وانا بدات اشتغل مع الراجل ده مثلا على علاج هو عنده تيومر وانا بدات اشتغل معاه، فابدا اقيس بقى الماده دي بدات تقل، اه يبقى الشخص ده بيتحسن، بدات تزيد يبقى الشخص ده بيسوق. فاذا انا مش بستخدمه كدايجنوز اكتر من اني بستخدمه تفولو اب تمام. قال لك اول حاجه اكسبريشن اوف نورمالي سايلنت جينز، يعني ايه كلمه سايلنت جينز؟ يعني جينات موجوده نورمالي عندنا ومش بتعمل اي حاجه، بس لما بيحصل حاجه كده صغيره تقوم جايه عامله سرطانات. زي ايه؟ حاجه اسمها اونكو فيتال انجنز، تعالوا نترجمها واحده واحده. اونكو قلنا يعني حاجه بتعمل سرطان، فيتال جايه من الفيتوس، فيتوس معناها جنين او بيبي في بطن امه لسه. فقال لك الاونكو فيتال انجنز يعني ايه؟ دي انتجنز نورمالي موجوده في الفيتوس مش بتعمل له اي حاجه ولا بتاذيه ولا بتعمل له سرطانات ولا اي حاجه، بس من اسمها فيتال انجنز يعني موجوده في الفيتوس، ولما الطفل ده بيكبر خلاص او يتولد خلاص ما عادش موجود عنده. طب لو بقت موجوده عنده هو ادلت وهو شخص كبير تعمل سرطان. فيقول لك الانكو فيتال انجنز زي ار بريزنت ديورنج النورمال فيتال ديفلوبمنت بات ار لوست ديورنج الادلت لايف تمام. هاويفر الانجنز دي ممكن يحصل لها ريابير اجين وذ ديفلوبمنت اوف مالجنسي، يعني هي طبيعتها انها موجوده في الفيتال ديفلوبمنت مش موجوده في الادلت. طب لو بقت موجوده في الادلت لا تعمل لي بقى مالجنسي. زي مين؟ زي انجن كده اسمه الالفا فيتو بروتين، من اسمه فيتو يبقى موجود في الفيتوس نورمال وما يعملوش حاجه. او الالفا فيتو بروتين ده لو لقيته عند شخص ادلت كبير ده بيقول ان الشخص ده عنده هيباتيك كارسينوما، يعني سرطان في الليفر
كمان حاجه اسمها الكارسينو امبريونيك انجنز، لو لقيتها عند شخص دي نورمالي موجوده في الطفل عادي ما تعملوش حاجه، بس لو لقيتها عند شخص بالغ تعمل له، اقول للشخص ده عنده كانسر في الانتستين، عنده سرطان في الامعاء. تمام، هو بس عايزاكم تعرفوا هنا كده يعني ايه اونكوفيتال انجنز، تعرفوا الامثله. الالفا فيتو بروتين لو موجود عند شخص بالغ يبقى هو عنده كارسينوما في الليفر، هيباتيك كارسينوما. طب الكارسينو امبريونيك انجن لو موجود عند طفل طبيعي مش هيعمل له حاجه، لكن لو موجود في شخص مثلا في او موجود مثلا عند شخص كبير او كده، اللي هو الكارسينو امبريونيك انجن ده يعمل، يبقى الشخص ده عنده كانسر في الانتستين. تمام، قال لك هذه الانجنز ار فيري بور اميونوجنز اند دونت بروفوك بروتكتيف اميونيتي. يعني ايه؟ يعني النوع ده من الانجنز، احنا عارفين ان اي انجن في الدنيا لازم يبقى اميونوجين، لازم يستحس الجهاز المناعي. فالنوع ده من الانجنز اللي هي الاونكوفيتال انجنز دي مش بتستحس الجهاز المناعي قوي، فمش بتعمل ضجه كبيره قوي في الجهاز المناعي، عشان كده هي سايلنت، صامته كده، بتعمل في صمت يعني. طيب تاني حاجه، حاجه اسمها الكانسر تيستس. ايه الكانسر تيستس دي؟ قال لك والله، قال لك دي عباره عن شويه انجنز موجوده نورمالي في كل خلايا الجسم ما بتعملش اي حاجه، تيجي عند التيستس بقى وتبقى موجوده مع شويه تغيرات بسيطه تعملي سرطان في التست، عشان كده سميناها كانسر تيستس. فقال لك ديز انجنز ار ني انكودد فور باي فاميليز اوف جينز ذات ار نورمالي سايلنت ان اول نورمال تيشو. يعني الجينز دي موجوده في كل النورمال تيشو وهي سايلنت ما بتعملش اي حاجه ما عدا الهيومن تيستس، لما بتروح هناك بقى مزاجها تروح تعمل سرطان هناك. زي مين الجينز دي؟ قال لك بص، هي موجوده، احنا اتفقنا ان هي موجوده نورمال في كل حته، اكتر مكان بتحب تتحور فيه وتعمل سرطان هو التستس، بس قالك انه اول مكان اكتشفنا فيه موضوع الجينز دي كانت الهيوم ميلانوما سيلز. تمام، يعني الميلانوما انجن جينز ديت لقيناها موجوده نورمالي في كل حته، بس لما وجدت في مكان معين عملت ايه؟ هيومن ميلانوما سيلز، هيومن ميلانوما تيومر. تمام تمام، تاني احنا بنتكلم عن ايه؟ عن التيومر اسوشيتد انجنز، اللي هي تيومر او انجنز موجوده على المالينجنس وموجوده على النورمال مش سبيسيفيك. قلنا اول حاجه اكسبريشن للسايلنت جين زي الاونكوفيتال وزي الكانسر تيستس، قلنا سمعناهم او سميناهم سايلنت ليه؟ عشان هم مثلا بيبقى موجودين في مكان معين سايلنت ما بيعملوش حاجه، مع شويه تغييرات في المكان، شويه تغييرات في الظروف تقوم جايه عامله لي ايه؟ كانسر. بعد كده تيشو سبيسيفيك ديفرنشيشن انجنز، يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني هي انجنز موجوده عندنا بشكل نورمال، بس الانجنز دي لو زادت عن حدها تعمل كانسر. زي ايه؟ اشهر حاجه حاجه اسمها البي اس اي. البي اس اي ده موجود عند الراجل بشكل نورمال عادي جدا، لو زاد وخصوصا لو زاد عن 10 يعمل بروستات كانسر. تاني نقول التعريف كده، تيومر arising from a particular tissue may express normal differentiation engine specific for the tissue. ده معناه زي ما انا قلت لكم كده ان دي حاجات موجوده طبيعيه ولما بتزيد عن حدها بتقلب بكانسر. زي ايه؟ قال لك البروستاتيك تيومرز اللي هو سرطان البروستاتا may earn a prostatic specific engine which also released into the serum and can be measured as a screening test for prostatic cancer. يعني ايه الكلام ده؟ نورمالي احنا مش احنا بقى الرجاله بيبقى عندهم بروستاتيك البي اس اي ده، البي اس اي ده طبيعي موجود عندهم، لكن لو زاد وخصوصا لو زاد عن 10 بيعمل حاجه اسمها بروستاتيك كانسر. تمام، فاجي انا اقيس للشخص ده، اقيس له او اخد منه مثلا عين الدم الاقي عنده البي اس اي عاليه، فاقول ان الشخص ده عنده ايه؟ عنده بروستاتيك تيومر. تمام، وهي الموضوع اللي كده انا بستخدمه عشان اعمل سكريننج تيست كده، يعني اي حد معدي كده تعالى يا باشا نعمل لك بي اس اي، موضوع مش مكلف يعني، بنعمله كايه حاجه كده ان احنا نطمن ان الراجل ده ما عندوش مثلا بروستاتيك كارسينوما ولا حاجه. تمام، تعالوا نلاقي كده على تيومر انجنز قلنا فيها ايه. قلت والله يا اما تيومر سبيسيفيك انجن، يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني موجوده على المالينجنت سيل بس مش موجوده على النورمال. قلت دي زي الفيروسات وخدنا الامثله بتاعتها، او زي المواد الكيميائيه وقلنا او الفيزيائيه وقلنا الكلمه يونيك تيومر سبيسيفيك انجن دي كي وورد، او قلنا الميوتيتد اونكوجين او الميوتيتد تيومر سبريسور جين، والنوع الثاني تيومر اسوشيتد انجنز يعني موجوده على الاثنين مش سبيسيفيك. يعني قلنا يا اما سايلنت جين زي الاونكوفيتال، قلنا دي موجوده نورمالي في الفيتال في الفيتوس، ولكن لو وجدت في الادلت بتعمل ايه؟ كانسر. زي مين؟ زي الالفا فيتو بروتين تعمل هيباتيك كارسينوما، وزي الكارسينو امبريونيك تعمل ايه؟ كانسر في الانتستين. تمام، بعد كده قلنا الكانسر تيسس ده برده مثال للسايلنت، قلنا ان هو موجود نورمالي في كل الخلايا ولكن لما موجود في التيسس بيعمل ايه؟ سرطان. بعد كده قلت التيشو سبيسيفيك ديفرنشيشن انجنز، قلنا موجوده نورمال ولكن لما بيزيد عن حدها بتعمل ايه؟ بتعمل سرطان. زي البي اس اي عشان نسكموها كده، بي بروستات، بي اس اي بروستات. تمام، طيب بعد كده بقى الاميون ريسبونس تو تيومر انجن. خلاص انت قلت لي التيومر اللي انت كلمتي عن الانجنز بتاعته، ايه بقى الجهاز المناعي ازاي هيستجيب للانجن بتاع التيومر ده؟ قال لك في نوعين، يا اما النون سبيسيفيك اميون ريسبونس يا اما السبيسيفيك اميون ريسبونس. وانتوا المفروض واخدين كده حبه في المايكرو كده عن المناعه وعارفين المناعه في نون سبيسيفيك اميونيتي وفي سبيسيفيك اميونيتي. فالنون سبيسيفيك اميونيتي من اسمها كده اللي هيستجيب ليها النون سبيسيفيك سيلز، زي مين؟ زي الماكروفاج وزي الناتشرال كده. فقالك اول حاجه كده الماكروفاج، يعني صوره كده كاريكاتير كده بيوضح دور الماكروفاج.
الماكروفاج لما تتاكتف بتقتل التيومر سيلز ازاي؟ قال لك تبدا تفرز شويه بروتيوتيك انزيمز، تفرز تيومر نيكروتايزنج فاكتور، تفرز مواد تبقى سايتوكسيك للتيومر عن طريق الانتي بودي ديبندنت سايتوكسيك دي. وانتوا المفروض واخدين الموضوع ده باستفاضه رهيبه يعني، فانا مش هتكلم، مش هتطرق ليها يعني. المفروض ان الحته دي كده معلومات انتوا عارفينها قبل كده. يبقى انا قلت اول حاجه اهو في النون سبيسيفيك اميونيتي دور الماكروفاج انها بتقتل التيومر سيل عن طريق البروتيوتيك انزيمز، عن طريق تيومر نيكروتايزنج فاكتور، وانها بتفرز كمان شويه مواد كده سايتوكسيك للتيومر سيل. الدور التاني دور الناتشورال كيرل، برضه اهو شايله السلاح بتاعها اهو جاي تقتل التيومر اهو. قال لك برضه بتدمر الخليه ثرو ريليز اوف سايتوكسيك بروتين، تيجي برضه على خليه التيومر تقوم جايه فارزه كده شويه مواد سايتوكسيك تموتها. واحنا عارفين الناتشورال كيلر دي لما الانترفيرون والانترليوكين، برضه المفروض انتوا عارفين الكلام ده، لما بيطلع الناتشورال كيلر بتتاكتف فتتحول لحاجه اسمها اللاكسل. تمام. طيب ده دور النون سبيسيفيك اميونيتي. يبقى دور النون سبيسيفيك بيتمثل في ايه؟ في الماكروفاج، ويتمثل في الناتشورال كده. طيب دور بقى السبيسيفيك اميونيتي، قال لك والله يا اما سيل ميديتد اميونيتي يا اما هيومورال اميونيتي. طيب مين اللي بيلعب دور رئيسي في مواجهه التيومر؟ قال لك السيل ميديتد اميونيتي، يعني المناعه الخلويه دي هي اللي ليها الدور الميجور، لكن الهيومورال اميونيتي هي المناعه بالانتي بودي ليها الماينور رول. فاقول ده سؤال مهم، ده سؤال ام سي كيو وش ده. يبقى السيل ميديت اميونيتي ليها ميجور رول ان ديفنس اجينست التيومر جروس. تمام. ايه دورها بقى؟ قال لك دورها بيتمثل في حاجتين، يا اما التي هيلبر سيل يا اما التي سايتوكسيك سيل. التي هيلبر من اسمها هي بتساعد مين؟ قال لك والله انا عندي اهو تيومر وادي الانجن بتاعه، اول ما التي هيلبر واقفه هنا كده هتشوف التيومر انجن تبدا تتاكتف. يبقى اول ما تشوف الانجن تبدا ايه؟ تتاكتف. تمام. بعد ما تتاكتف تفرز شويه ليمفوكاينز، الليمفوكاينز دي زي الانترليوكين مثلا والانترفيرون، تقوم جايه راها على الناتشورال كيلر تاكتفها. يبقى دي اول حاجه، التي هيلبر سيل اول ما شافت الانجن بقت اكتيفيتد، خلاص دورها بيحين، فرزت ليمفوكاينز وانترليوكينز زي الانترليوكينز والانترفيرون، راحت على الناتشورال كيلر بدات تاكتفها، والماكروفاج كمان. تمام. تمام. طب دور التي سايتوكسيك، قال لك التي سايتوكسيك دي لقيمه قوي، بتعمل ايه؟ بتقتل التيومر سيل باي دايركت كونتاكت. يعني ايه؟ ادي عندي خليه تيومر مثلا وادي التي سايتوكسيك اهي، تروح جايه كده راح عنده بتفرز سايتوتوكسيك بروتين، تفرز بروتين سايتوتوكسيك، يعني من اسمه كده يبقى توكسيك على الخليه. البروتين ده بيعمل ايه؟ يجي يعمل بورز كده في السيل ممبرين بتاع الخليه. تخيل انت خليه من غير سيل ممبرين ملهاش لازمه، فانا لما اجي اعمل بورز البروتين اللي فرزته التي سايتوتوكسيك دي اللي عمل بورز في السيل ممبرين بياكتف حاجه جواها اسمها الفاكتور اوف ابوبتوتيك سيجنال. انتوا عارفين الابوبتوزس معناها انتحار، يعني بتخلي الخليه تنتحر بنفسها. الخليه عشان تنتحر لازم في حاجه تتاكتف جواها اسمها الفاكتور ابوبتوتيك سيجنال. تمام. طب مين اللي بيكتفه؟ لما حصل بور في الممبرين اتاكتف السيجنال ده، فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان خليه التيومر دي بدات يحصل لها ابوبتوز اللي هو البروجرام سيل ديس. تاني قلنا تي سايتوكسيك بتقتل ازاي؟ عن طريق الدايركت كونتاكت، بتفرز البروتين سايتوكسيك بروتين، البروتين ده بيعمل ايه؟ يعمل فتحات او بورز كده في السيل ممبرين. طيب البورز دي بتعمل ايه؟ بتاكتف حاجه اسمها الفاكتور اوف ابوبتوتيك سيجنال. لما تاكتفه بتاكتف اسمه ابوبتوتيك سيجنال، يعني بياكتف الابوبتوزس، فتعمل ايه؟ الخليه دي تموت. عشان كده بقول لكم ان التي سايتوكسيك دي خليه لئيمه. يبقى اول حاجه السيل ميديت اللي ليها الميجر رول قلنا التي هيلبر، اول ما تشوف الانجن تتاكتف، وبعد ما تتاكتف تفرز ايه؟ الليمفوكاينز زي الانترليوكينز والانترفيرون، فتاكتف الناتشورال كير والماكروفاج. طب التي سايتوكسيك هي اللي بتحفز حاجه اسمها الابوبتوز بتاع الخليه. تمام. بعد كده الهيومورال ميكانيزم، ادي عندي هي الخليه اللي هي البيتا ليمفوسايت، المفروض انتوا عارفين برضو الكلام ده، وادي الانتي بودي اهو. تمام. الهيومورال ميكانيزم قال لك ليه ماينر رول، ان احنا اتفقنا ان السيل ميديتد اهم من الهيومورال في التيومر ايمونولوجي. طيب قال لك والله الانتي تيومر انتي بوديز بايند تو تيومر سيل، يعني عندي الخليه هي البيتا اهي عماله تفرز انتي بودي، الانتي بودي تروح يمسك في التيومر سيل فيدمرها. لما بيمسك فيها قال لك يحفز بقى كومبلمنت اكتيفيشن، وانتم برضو يعني الحاجات دي المفروض انكم مستفيدين فيها، بتدمر خليه، تعمل اوبزونايزيشن، تحفز الناتشورال كير، وتحفز الماكروفاج. تمام. تمام. طيب يبقى تاني كده قلنا ايه في الدور الاميون ريسبونس؟ قلت يا اما نون سبيسيفيك يا اما سبيسيفيك. نون سبيسيفيك بيتلخص في ايه؟ في الماكروفاج والناتشورال كير. تمام. ادي الماكروفاج وادي كمان الناتشورال كير. طيب امال سبيسيفيك يا اما سيل ميديتد يا اما هيومور، مين اللي ليه الميجر رول؟ السيل ميديتد. قلنا دور التي هيلبر والتي سايتوكسيك. طيب قلنا الهيومورال دي ليها الماينور رول عن طريق ان الانتي تيومر انتي بودي يمسك فين؟ في التيومر سيل. طيب بعد كده حاجه اسمها الاميونولوجيكال اسكيب. يعني ايه اميونولوجيكال اسكيب؟ يعني انت بتقولي دلوقتي ان في مناعه ضد التيومرز، بس احنا بنسمع كتير قوي عن ناس بتموت من السرطانات وناس بتجيلها سرطانات ومش بتتعالج. طيب ده معناه ان خليه التيومر دي بتعمل حيله
علشان تهرب من الجهاز المناعي. يعني من الاخر الجهاز المناعي ما بيقدرش يتغلب عليه، ده اللي احنا بنسميه immunological escape. قال لك ان tumors can evade the effect of the immune response. evade يعني يهرب من immune response، تمام. طب ده بيحصل ازاي؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى دايما خلينا بالانس كده ما بين الفاكتورز اللي بتفيفور التيومر جروس والفاكتور اللي بتدستراكت التيومر جروس. يعني ايه؟ يعني في عندنا في جسمنا حاجات بتحفز نمو التيومر، في حاجات بتعمل سبريشن لنمو التيومر، لازم دايما في بالانس ما بينهم. فتخيل مثلا لو الميزان طب في ناحيه ان الحاجات اللي بتحفز نمو التيومر دي تزيد، فطبيعي ان يحصل ايه؟ التيومر ينمو اكتر. طب لو العكس، لو الحاجات اللي بتعمل دستراكشن التيومر هي اللي زادت، خلاص ما عادش في تيومر، تمام. يبقى ده معنى كلمه immunological escape، ان التيومر بيهرب من الجهاز المناعي. وده يحصل امتى؟ يحصل لما يبقى في البالانس ما بين الفاكتورز اللي بتفيفور التيومر جروس والفاكتورز اللي بتدستراكت التيومر، حصل لها ديستربشن. بس مين اللي زايد؟ الفاكتورز اللي بتحفز نمو مين؟ التيومر. طيب ايه الميكانيزمات اللي ممكن التيومر سيل تعملها عشان تهرب من الجهاز المناعي؟ قالك اول حاجه masking the tumor engine. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان لو انا عندي خليه التيومر اهي بيبقى عليها انجن، صح؟ اول ما الجهاز المناعي يشوف الانجن بيعرف ان دي تيومر سيل فيدمرها. هعمل ايه؟ هقوم جاي حاطه حاجه زي كاب كده على التيومر انجن ده، هخبي التيومر انجن ده، وبالتالي الجهاز المناعي مش هيشوف التيومر انجن ومش مش هيهاجمه. طيب قالك اول حاجه masking the tumor engine. التيومر سيل سيرفيس انجنز كان بي هيدن فروم ذا اميون سيستم بحاجه اسمها الجلايكوكاليكس مولكيولز. يعني بالظبط الجلايكوكاليكس مولكيول دي عامله زي الكاب كده، كاني بلبس خليه التيومر كاب. الكاب ده بيداري على مين؟ بيداري على التيومر انجن. فمين الكاب بتاعنا هنا؟ هو الجلايكوكاليكس مولكيول، تمام. تاني حاجه داون ريجوليشن ان اكسبريشن اوف ذا كلاس 1 ام اتش سي ان ذا تيومر سيل. برضو انتوا عارفين ان مثلا لو عندي التيومر سيل دي عليها الام اتش سي كلاس 1 هيحصل مثلا فيها شويه تغيرات، فبرضو كانها بتقول للجهاز المناعي انا خليه سرطانيه، فانا هقلل الام اتش سي كلاس 1 دي، وكمان هقلل في رقم 4 هنا كده ركزوا. قالك برضو الكلاس 2 ام اتش سي برضو في موست اوف ذا تيومر سيل ار نوت اكسبريست. يعني التيومر سيل بيقلل بيعمل داون ريجوليشن للام اتش سي كلاس 1، واحيانا بعض التيومر اصلا ما تطلعش الام اتش سي كلاس 2. فلما ما تطلعهمش اصلا هي كانها بتمحي كل المعلومات عنها كخليه بالنسبه للجهاز المناعي، فالجهاز المناعي اصلا مش هيعرف هي دي ايه، تمام. تمام. بعد كده رقم 3 يقول لك سنيكينج ثرو. كلمه سنيكينج معناها يتسلل خفيه زي الحرامي كده. يعني ايه؟ قالك ان التيومر قاعد جوه وعمال يتسلل بين اجزاء الجسم ويكبر يكبر يكبر، والجهاز المناعي ما يكتشفش ان فيه اصلا تيومر غير لما يكون كبر وسيطر وملى الدنيا. قالك ان سنيكينج معناها التيومر سيل ار نوت ريكوجنايزد انتل ذا جروس از استابليشد اند بيوند كنترول. يعني خلاص الجهاز المناعي مش بيعرف، زي ما قلنا كده بيتسلل، التيومر بيتسلل خفيه كده زي الحرامي، بيقعد يكبر 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 والجهاز المناعي ما يعرفوش غير لما يبقى وصل لمرحله كبيره. طيب بعد كده رقم 5 حاجه اسمها الاندجينيك موديوليشن. يعني ايه اندجينيك موديوليشن؟ بص يا سيدي، قالك الموضوع هديكم مثال كده يبسط الدنيا. فتره كده كانوا قالوا ان المحلات هتقفل مثلا من الساعه 10، وكانت عربيات الشرطه بتلف عشان اي محل تلاقيه فاتح تقوم جايه واخداه. فكده الناس احيانا كده بتتحايل على الشرطه، كانت بتعمل ايه؟ ادي عربيه الشرطه ماشيه اهي عشان تكتشف اي محل فاتح تقوم جايه ايه واخداه ومدفعه غرامه. وادي واحد اهو قاعد في المحل بتاعه لقى عربيه الشرطه جت قام جاي قافل الصاج ومنزله. دي حيله، صح؟ اولا هو الحيله دي دائمه ولا مؤقته؟ لا مؤقته، لحد بس مع عربيه الشرطه تعدي، واول ما تعدي اقوم جاي ايه شاي رافع الصاج ده وافتح المحل بتاعي. يبقى اذا اول حاجه دي حيله مؤقته. طب الحيله دي عملت لي ايه؟ الحيله دي خبت المحل عن عربيه الشرطه. فكذلك احنا هنشبع عربيه الشرطه دي بانها المناعه، تمام، وان المحل ده هو الجسم بتاعي، وان الراجل اللي قاعد جوه ده هي خليه التيومر. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان احنا عملنا حيله، او مش احنا اللي عملنا، بقى تيومر سيل عملت حيله بحيث انها خفت التيومر سيل عن المناعه، فده بنسميها اندجينيك موديوليشن. ايه الحيله دي بقى؟ قالك والله ان لو انا عندي تيومر سيل اهو، قالك شويه انتي بودي تيجي تقف حوالين، هو اللي بيعملها طبعا، يعني ده حيله من التيومر، يخلي شويه انتي بودي كده تقوم جايه واقفه حواليه كده، لما تقف كده كانها بتخبيه عن الجهاز المناعي، زي بالظبط ما كان الراجل بيقفل الصاج عشان عربيه الشرطه ما تشوفوش. فقالك الاول قلنا دي طبعا حاجه ريفرسبل، اول ما خلاص الجهاز المناعي بقى او عربيه الشرطه تختفي انا هبدا هرجع افتح واعيش حياتي عادي جدا. الانجينيك موديوليشن قالك هو ان هو ريفرسبل انتي بودي انديوسد لوس اوف ان انجن فروم ذا سيرفيس اوف ذا سيل. يعني ايه؟ زي ما قلنا كده الانتي بودي بيحوط على الانجن، فكانه بيخفي الخليه، بيقول يعني كانها بيخفيها كده عن عين الخليه المناعيه. In some surface engine قالك surface immunoglobulin اللي هي الانتيبودي binding result clustering او coming، يعني ايه؟ يعني اختفاء كده، او disappearance of engine from cell surface. زي ما قلنا بالظبط كده يا ولاد، زي ما قلت لكم انه الانتيبوديز بتحوط كده على الانجن بتاع التيومر سيل فبتخفيه عن الجهاز المناعي، تمام.
رقم 6 تيومر برودكت. يعني ايه؟ قالك والله التيومر ده وهو قاعد كده بيفرز شويه مواد زي البروستاجلاندين، البروستاجلاندين دي تقوم جايه من انهبيت الناتشرال كيلر، فانت كده برضو بتظبط الجهاز المناعي. طيب رقم 7 تولرنس. يعني ايه تولرنس؟ الموضوع اشبه بالظبط زي موضوع السجاير. عارف انت لما تيجي تشرب سجاير تكون قاعد مع اصحاب السوق كده ويقول لك ايه يا عم اشرب سجاير يا عم، وفي راجل ما بيشربش سجاير، يعني حاجه بشعه يعني، ربنا يعافينا والله. السجاير ده ابتلاء 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 من ربنا والله العظيم، وموضوع ملوش علاقه بالرجوله. يعني انت لو راجل او اسفه، يعني لو بتفهم اصلا مش هتدمر نفسك وترميها كده وتشرب سجاير وتدمر نفسك واللي حواليك كمان. المهم يعني عشان الموضوع ده شخصي قوي وبيعصبني، يعني ان احنا كنا بنقول ايه، انك قاعد مع اصدقاء السوق فقالوا لك ايه تعال اشرب سيجاره، قلت لهم لا 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 مش هشرب يا عم، اشرب يا عم في راجل ما بيشربش سجاير. المهم ما خدت سيجاره، او قلت بقى ايه انا هجرب سيجاره واحده وخلاص ومش هشرب تاني. شربت اول سيجاره، تاني سيجاره، تالت سيجاره، جسمك بقى متعود على السجاير، بقيت بتشربها اصلا وانت مش حاسس كده، بقى عندك تولرنس. فكذلك الشخص اللي عنده تيومر احيانا من كتر ما التيومر ده عمال يطلع الانجن بتاعه واحده 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 واحده، الجهاز المناعي اتعود عليه لدرجه خلاص الجهاز المناعي في الاخر هيتفاجئ بانه الجسم بيتدمر، زي ما الشخص اللي بيشرب سجاير ده هيتفاجئ بانه صحته بتروح، كل حاجه بتروح منه، غير اصلا انها حرام، يعني تفقد دينك وتفقد دنيتك كمان وصحتك. طيب التولرنس، a host may be tolerant to some tumor engines low dose immunological tolerance during early tumor development. زي ما قلت كده التيومر بيبدا يطلع الانجن بتاعه واحده واحده واحده، اللي هو زي نقول كده بينيم الجهاز المناعي. دي بالنسبه للطرق بتاعه الايمونولوجيكال اسكيب. يبقى احنا قلنا في الايمونولوجيكال اسكيب ان دي طريقه التيومر بيعملها عشان يهرب من الجهاز المناعي، تمام. طيب قلنا الست طرق اهو، نرجع عليهم تاني، وهي والله موضوع كله يعني في حاجات عامه كده وحاجات احنا عارفينها كمعلومه عامه، يعني ان شاء الله ما تبقاش في حاجه صعبه. طيب بعد كده التيومر اميونو دايجنوستيك او التيومر ماركرز. يعني ايه؟ على قد ما التيومر دي حاجه وحشه، بس التيومر انجنز اللي بتكون طالعه على سطح التيومر دي بتساعدني كدكتور ان انا اعمل دايجنوزس، اشخص. زي ايه؟ قلنا من شويه ان انا عندي حاجه اسمها تيومر سبيسيفيك انجن، يعني مثلا انا عندي خليه سرطانيه، الخليه دي ليها انجن معين، الانجن ده مثلا بتاع اللنج، السرطان اللي بيجي في اللنج. فانا اول ما اشوفه كده كدكتور اقول لك بس الراجل ده عنده سرطان في اللنج، تمام. طب في حاجات قلنا تيومر اسوشيتد مش سبيسيفيك، هستخدمها ان انا اعمل ايه؟ تو فولو اب، زي ما قلت له كده ان انا بقيس مدى تطور السرطان، هو السرطان بيقل ولا السرطان بيتطور وبيبقى اسوأ واسوأ. قال لك ان تيومر انجنز كان بي فيري يوزفول تيومر ماركرز ان ذا دايجنوستس، يا اما شخص اصلا سرطان لو هي سبيسيفيك، او تو فولو اب لو هي اسوشيتد انجنز، تمام. امتى اقول على الانجن ده انه بيرفكتو، انه تيومر ماركر بيرفكتو بمعنى الكلمه؟ قالك اول حاجه released only from tumor tissue not from normal cell، يعني من الاخر tumor specific engine. احنا دلوقتي بتكلم بقول لكم ازاي اقول على الانجن ده ان هو بيرفكت، ان هو حاجه مثاليه. اول حاجه قالك ايه؟ لو هو بيطلع بس من خلايا المالجنت، ما هو انا مثلا لو بيطلع من خلايا المالجنت وخليه نورمال هيزاولني، طب انت دلوقتي مالجنت ولا انت اصلا نورمال؟ فلو هو بيطلع من مالجنت بس يبقى انت كده ايه tumor marker perfect. تاني حاجه specific for given tumor type، يعني ايه؟ يعني الانجن ده بتاع مثلا سرطان الرئه بس، فانا مش هشوفه غير بسرطان الرئه بس، فلما اشوفه اقول ان الشخص ده عنده سرطان رئه واحلف بالله ان هو سرطان رئه. طيب ديتكتابل ايرلي ابون تيومر فورميشن، كل ما اكتشف التيومر اسرع كل ما يكون فرصه ان انا الشخص ده يخف من التيومر اسرع، فكل ما كان التيومر ماركر ده بيظهر بدري كل ما يبقى تيومر ماركر بيرفكت. تاني حاجه its concentration in the blood is proportional to the tumor mass، يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي تيومر ماس صغيره الاقي كميه انجنز في الدم صغيره، طب لو انا عندي تيومر ماس كبيره يبقى الاقي كميه انجنز كتيره كتيره كتيره، فاعرف ان الشخص ده الماس بتاعه التيومر كبيره قوي، تمام. فساعتها يقول لي ان تيومر انجن ده بيرفكت present in all patients with the tumor، يعني ايه؟ يعني كل الحالات اللي اكتشفت انها عندها سرطان في الرئه لقينا عندها الانجن ده، فانا كدكتور لما اشوف الانجن ده اقول اه ده موجود عند كل الناس اللي عندها سرطانات في الرئه، اذا ده بتاع سرطان الرئه. يبقى تاني التيومر ماركرز يا اما بستخدمها عشان دايجنوزس او فولو اب. قلنا الايديال تيومر ماركر بالنسبه لي هو ايه؟ يطلع من التيومر تشو بس مش من النورمال سيل، يعني سبيسيفيك. تاني حاجه يبقى سبيسيفيك لتايم معين. تالت حاجه يطلع ايرلي، الكونسنتريشن بيبقى يتناسب مع الماس بتاعه التيومر، موجود في كل البيشنت ويز ايه ويز التيومر. طيب قالك ان most of the tumor markers are antigenics circulating the blood and can be detected، يعني ايه؟ يقولك ان التيومر ماركرز او الانجن دي اللي نقدر نشوفها لو عملت تحاليل مثلا نقدر نشوفها، يعني شطر عادي جدا يعني. طيب قالك بقى انت بتقولي ده ايدل، بس الكلام ده مفيش، الكلام ده يعني مفيش تيومر ماركر بيرفكت، والا اصلا ما جتش هتبقى فيه سرطانات ونكتشف سرطانات في مراحل يعني بشعه. فقالك والله انه although useful in monitoring patient for tumor recurrence after therapy no tumor marker has definite specificity، يعني مفيش tumor marker بالمثالية اللي انت عمالة تتكلمي عنها دي.
او حتى السنسيتيفيتي فور ابلكيشن اير دايجنوزس، لا ده انا بكتشف اصلا ان الشخص ده ممكن يبقى شخص اصلا في المراحل الاخيره من السرطان انا اكتشفه اصلا، يعني مفيش تيومر ماركر بالمثاليه دي. طيب ايه امثله بقى؟ هي بصوا السلايد دي حفظ بحت يعني، فيعني اعذروني والله مش عارفه اعمل لكم فيها ايه، بس انتوا لازم تحفظوها يعني، لو مثلا اتصلتوا مع الدكتوره وعرفت تخفف لكم شويه يعني يبقى الاتحاد بتاعكم جامد ان شاء الله. طيب اول حاجه مثلا عندنا انجن اسمه، المفروض في انجنز احنا سمعنا عنها كده في المحاضره، يعني قلت لكم مثلا الالفا فيتو بروتين ده كان من الانكو فيتال انجنز اللي هو احنا قلنا موجود نورمالي في الفيتوس بس لو زاد في الادلت بيعمل لي هيباتوما او هيباتيك كارسينوما. قلت لكم برده ان البي اس اي ده بيبقى موجود في الكانسر بروستات. قلت لكم برده ان الكارسينو امبريونيك انجن موجود في الكولون اللي هو الانتستين يعني. طيب قال لي كمان في حاجه اسمها البيتا HCG ده يا ولاد هرمون الحمل اصلا، عارفين لما واحده تبقى حامل كده بتعمل تيست حمل هو الهيومن اسمه هيومن كوريونيك جونادوتروبين تمام. فده لو لقيت الكوليو كارسينوما ده سرطان بيجي في البلاسينتا في اللي هو المشيمه بيعمل بيطلع HCG بكميات كبيره، فانا لما اعمل HCG والاقيه بوزيتيف ده لو واحده مش حامل يعني بيبقى عندها كوليو كارسينوما تمام. طيب قال لك بس سي ام 125 ده اوفيريان كانسر، ال 19 9 دوت الكولون كولونيك وبنكرياتيك، الموضوع كله حفظ بحت يعني معلش. و15 وده بريست كانسر، قال لك البنس جونز بروتينز ده بيبقى فيه المايلوما، والتاك 72 ده بيبقى يوز تو لوكالايز الاوكلت تيومر سكندري باي يوزنج ري راديو ليبلد مونوكلونال انتي بودي. يعني ايه الكلام ده؟ كلمه اوكلت تيومر يعني تيومر مختفي، يعني مش عارفه ادخلها في الباره كده حاجه اسمها الاوكلت فيلاريز برده انا كنت شارحها لكم يعني عشان كده باكد عليها، ممكن متأجلت يعني حاجة مختفية وكده. فأنا بستخدم التيومر ماركر ده راديو ليبلد مونوكلونال انتي بودي، يعني بستخدم انتي بودي كده ليبلد يعني كأني بحط عليه لزقة كده أو بطريقة ما بدخله كده ويبقى يرايح على الانجن ده، يعني يعني مثلا عندي هو انتي بودي مثلا الانتي بودي ده بيبقى زي عليه لزقة كده أو هو مش عليه لزقة يعني مجازا بنقول عليه ليبلد، أو مثلا بيبقى عليه زي الامينو فلورسنس تكنيك كده يا ولاد يدخل على الانجن ده يروح يمسك فيه، فساعتها ده بيبقى ماركر عشان يعمل لي ايه يحدد لي لو انا مش قادره اشوف التيومر ده، لو التيومر ده اوكلت لو التيومر ده مش ظاهر عندي. فانا بستخدم الطريقه دي يعني حرفيا السلايد دي كلها حفظ يعني، انا حاولوا تحفظوها وبرده لو الدكتوره مثلا ركزت على حاجه في المحاضره برده فانتوا ركزوا عليها. طيب نتكلم بعد كده بقى عن حاجه اسمها الكانسر اميونوثيرابي. يعني ايه كانسر اميونوثيرابي؟ يعني العلاج بالمناعه. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك والله ازاي نستخدم، ازاي انا كدكتور اخلي المناعه هي اللي تهاجم اقوي المناعه بحيث انها هي تهاجم التيومر. قالك اول حاجه قبل الاميونوثيرابي لازم تعمل حاجات كانك بتهيئ الجو للمناعه. اول حاجه ريدكشن اوف ذا تيومر لود، يعني ايه تقلل اللود بتاع التيومر ازاي؟ قالك مثلا لو التيومر ده الماس بتاعته كبيره خش كده بعمليه جراحيه شيله شويه بحيث انك تسهل على المناعه. طيب او لو اعمل راديشن مثلا علاج بالاشعاع او كيموثيرابي علاج كيماوي از فيري اسينشال بيفور اميونوثيرابي، يعني قبل ما تحفز الجهاز المناعي وهيئ له الجو شويه قلل اللود بتاع التيومر، سواء بقى عمليه جراحيه انك تستخدم شويه اشعاع او انك تعالج شويه بالكيماوي. طيب تاني حاجه موديوليشن اوف ذا تيومر سيل تو انهانس ذير اندوجينيسيتي اند اليمينيت زير فايبت، يعني ايه بتغير شويه كده بشويه طرق بتغير فيها من شكل خليه التيومر دي عشان تنهانس الاندوجينيسيتي يعني تزود الاندوجينيسيتي. طب هي دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ ما انا لما ازود الاندوجينيسيتي يعني بزود الريسبونس بتاع المناعه ضد هذا التيومر تمام. اليمينيت زير فايبلتي، فايبلتي يعني الحيويه او بقائهم كاني بمحيهم كده. طيب تالت حاجه اكتيفيشن اوف ذا ويك اميون ريسبونس، يعني كمان انا محتاجه اقوي المناعه دي. طيب قال لك والله التيومر سيل بروديوس ويك اميون ريسبونس، يعني التيومر سيل خلايا المناعيه عموما او خلايا التيومر اسفه مش بتدي استجابه مناعيه قويه قوي، عشان كده للاسف في ناس كتيره جدا بتموت من سرطانات والناس مش بتحس اصلا بالتشوه في المراحل المتاخره. طب ليه بقى؟ ليه خليه التيومر اصلا مش اميونوجينيك قويه؟ يعني قالك لانها زي لاك الكوستيميوليتورز، يعني ايه؟ يعني مش عندها الحاجات او الفاكتورز اللي بتساعد في استحساء في حس الجهاز المناعي. اند يوزوالي زي دونت اكسبريس كلاس 2 ام اتش سي، فاكرين لما كنا بنقولنا في الطرق بتاعه الاسكيب ازاي التيومر سيل بيهرب من المناعه؟ انه ما كانش بيطلع ام اتش سي كلاس 2، وطالما ما كانش بيطلع ام اتش سي كلاس 2 اذا الجهاز المناعي مش هيقدر يتعرف عليه، عشان كده بنقول ان التيومر سيل مش بيطلع قدامها اميون ريسبونس قويه لانها اصلا ما بتطلعش ام اتش سي كلاس 2، وبالتالي التي هيلبر مش هتتاكتف ولا تحصل السيكونس اللي احنا قلنا عليها ولا يحصل اميون ريسبونس ضد التيومر سيل تمام. قال لك بقى ان اغلب الابروتشز اللي احنا بنعملها دي عشان تقوي الجهاز المناعي او الهوست ريسبونس تو ذا تيومر تمام. بس يبقى انا عايزه اعرفكم، عايزاكم تعرفوا هنا كده ان احنا في الاميون ثيرابي بنعمل شويه حاجات قبلها كده، ان انا ايه مثلا لو تيومر لود كبير بقلله شويه بجراحه باشعاع بكلام زي كده، بغير من الشكل بتاع التيومر سيل عشان اخليها مور انجينيك، بحفز الويك اميون ريسبونس. طيب معانا جدولين، اخر جدولين في المحاضره،
يعني عايزاكوا الجدولين دول يعني قد يبدو الموضوع فيهم معقد شويه، ولكن عايزاكوا تفهموا ان الموضوع ده كبير قوي يعني، فانا عايزاكوا بس تعرفوا الحاجات اللي تفيدكم، او كمان لو برضو الدكتوره اكدت لكم على حاجات معينه، لان الموضوع ده كبير قوي، موضوع الايمونايزيشن والحاجات دي كبيره قوي، فانتوا هتلاقوا كلام فعلا كبير عليكم وكبير عليا وكبير على اي حد في مرحلتنا دي. المهم يعني ايه اكتف اميونو ثيرابي؟ دول حاجه يعني مصطلحين لازم تبقوا عارفينهم. يعني ايه اكتف اميونو ثيرابي ويعني ايه باسف؟ كلمه اكتف جايه من نشيط، يعني ايه؟ مش عارفه انتوا خدتوا موضوع الفاكسينيشن او لا، بس لو انا مثلا عايزه ادي لحد فاكسين مثلا ضد التي بي، ضد السل مثلا، بعمل ايه؟ قال لي قدامك طريقتين، يا اما تديله البكتيريا اللي عامله السل اللي هي التيوبركلوزس، البكتيريا نفسها اديله احقنه بالبكتيريا، بس طبعا بتبقى ضعيفه يعني، مش احقنه بكتيريا موته يعني، احقنه بالبكتيريا واسيب جهازه المناعي هو اللي يكون مناعه. ساعتها بقى اقول بسمي دي اكتف اميونايزيشن. يعني ايه؟ ساعتها الجسم بقى اكتف. يعني ليه اكتف؟ هو اللي عمل الانتي بودي بنفسه، هو اللي عمل المناعه بنفسه. لكن لما اجيب الانتي بودي ضد التي بي دي واديها للشخص على الجاهز كده، بديله الانتي بودي جاهزه، الشخص ده ساعتها بسميه باسيف اميونيتي. يعني ايه؟ الشخص ده ما عملش حاجه، ده هو يا دوبك اديت الانتي بودي والانتي بودي هي اللي عملت. تمام، لازم افرق بين اكتف وباسيف. قال لك الاكتف في نون سبيسيفيك ابروتش، في سبيسيفيك ابروتش. يعني نون سبيسيفيك يعني بحفز النون سبيسيفيك اميونيتي، وسبيسيفيك يعني بحفز السبيسيفيك اميونيتي. تمام، قال لك والله في نون سبيسيفيك ابروتش بجيب ايه؟ بعمل انجكشن للبكتيريا البرودكت كادجوفنت. يعني ايه كلمه ادجوفنت؟ ادجوفنت يعني عامل مساعد. يعني بص الموضوع يا اولاد عامل ازاي. يعني مثلا دلوقتي واحد عنده تيومر سيل، تمام، بعمل ايه؟ بقوم جاي مثلا احقنه بكتيريا، او احقنه البي سي جي دوت اللي هو الفاكسين بتاع التي بي بتاع السل، او احقنه باي اكستراكت او اي مستخلص لاي بكتيريا. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بعمل له اكتف ايمونايزيشن، يعني بستحس الجهاز المناعي، فلاقي الجهاز المناعي زاد ضد ايه؟ انا حقنه بكتيريا، فالمفروض ان هو بيزيد عشان يقتل البكتيريا دي، فالجهاز المناعي لاقي نفسه زايد كده وفي وهجه يعني. فقوم جاي قال لك ايه؟ طب ما انا عندي تيومر سيل مقتلها بالمره، عشان كده سميتها نون سبيسيفيك. انا مش بزود المناعه ضد التيومر سيل بعينه، لا ده انا بزودها عشان انا حقنت بكتيريا من بره. تمام، بيقول لك ان انجكشن اوف ذا بكتيريا برودكت اللي هي ادجوفنت، يعني بتعامل كعامل مساعد كده بيحفز الجهاز المناعي انه يقتل التيومر سيل، زي البي سي جي او النوكاردي اكستراكت، يعني كلها اسامي كده، ات ذا سايت اوف ذا تيومر جروس بتستيميوليت السيل ميديت اميونيتي نون سبيسيفيكلي. زي ما قلت لكم كده ان الجهاز المناعي بيزيد عشان انت بكتيريا، ولكن بالمره هو زاد قوم جاي قاتل لي ايه؟ التيومر سيل. ليه اكتف بقى الماكروفاج واكتف الناتشرال كير او السيتوكاينز برضه، ان انا احقن سيتوكاينز ولا حاجه. طيب بعد كده سبيسيفيك ابروتش بقى، لا سبيسيفيك ابروتش بقى انا بجيب التيومر سيل دي بحقنها، يا اما اقتلها واحقنها بالتالي بحفز الجهاز المناعي، او برضو احقنها بالراديشن مثلا او حاجه. يقول لك اوتولوج او الوجينيك، يعني مثلا تيومر سيل من نفس الشخص او من شخص تاني، ما علينا. او رقم 2 immunization with live tumor cells that have been transected with genes that render the cell more immunogenic. يعني ايه الكلام ده؟ يعني برضو بجيب التيومر سيل بحقنه، عذرا على الصوت، بجيب التيومر سيل، عذرا يا جماعه على الاصوات. المهم ان انا بجيب برضو التيومر سيل واحقنه، سواء بقى كنت قتلته او اضعفته باي شكل ما يعني، واخد بالي ان انا لما اجي احقنه مش احقنه لدرجه ان انا الشخص ده موته والتيومر، لا باخد بالي ان انا بعمل حاجات معينه كده، ان انا بخلي الجهاز المناعي برضو يزيد، يبقى اخلي الخليه او الجهاز المناعي يزيد، وفي نفس الوقت اخلي التيومر سيل ده قادر على انه يستثير الجهاز المناعي. تمام، يعني مش عارفه حقيقي اشرح لكم ايه في الحته اللي تحت ديت، انه موضوع يعني كبير قوي يعني، وكله كلام راس. يعني انا بقول لكم ان في اكسبيرمنتال ابروتشز كده عملت مثلا زي جين انكودنج بي 7 مولكيولز، يعني مش عارفه حقيقي يعني هما بيحطوا لكم الحاجات دي، بس بيدوك امثله كده ان احنا مثلا ممكن نحقن بانترليوكين بانترفيرون حاجات زي كده اللي هي بتبروفايد ديفرنت افكتور فانكشن ريكوايرد فور تي سيل اكتيفيتي، يعني بحقن حاجات كده كانها بتحفز الجهاز المناعي. يعني immunization with cell-free vaccines by injection of the purified specific tumor engine prepared by colony of genes that encode these specific tumor engines. نفس القصة برضو، بجيب جينز بتبقى منقاة كده وبحقنها. يعني انا شايفة بصراحة ان الجدول ده ما فيش فيه اي حاجة مهمة، بس غير انكم تعرفوا مثلا الفرق بين الاكتف والباسف اللي احنا نتكلم فيه كمان شوية، تعرفوا ان انا specific ده ان انا زي ما قلت لكم كده، يعني القصة اللي انا حكيتها لكم specific، لان انا بحقن بالتيومر نفسه. تمام، الباسف بقى يا اما سيلولر يا اما هيومورال اميونيتي، يا اما هديله الخليه المناعيه ذات نفسها او هديله انتي بودز. طيب قال لك سيلولر يعني ايه؟ يعني بنقل له اللاكسل. ايه اللاكسل دي؟ اللي هي ناتشرال اكتيفيتد ناتشرال كيلر. تمام، ذات هاف انتي تيومر ريكتيفيتي انتو تيومر بينج هوست. يعني باجي على الهوست اللي عنده تيومر ده قوم جاي مديله اللاكسل. انا طالما اديته الخليه يبقى انا كده باسيف. طب انا اديته خليه يبقى انا سيلولر اميونو ثيرابي. تمام قال لك الخليه دي بقى ريزلت فروم ناتشرال كيلر افتر كاتشرينج ان هاي كونسنتريشن. يعني يقول لك ان
الناتشورال كيلر لما احقنها بتعلي بقى الحاجات اللي بتفرزها. يعني انا لما ادي شخص ناتشورال كيلر طبيعي ان الانترليوكين هتزيد والانترفيرون جاما هتزيد والحاجات دي كلها، وبالتالي كده انا برضو بستحس الجهاز المناعي انه يعمل الريسبونس. طيب هو انا هجيب ناتشورال كيلر منين؟ يعني هروح السوق كده اشتري ناتشورال كيلر؟ قالك لا، بريفرال بلاد لوكوسايت فروم ذا تيومر بيشنت، يعني هاجي على العيان اللي نفسه اللي عنده تيومر اللي عنده تيومر سيل ده، وانا متفقه ان انا طالما عندي تيومر يبقى في خلايا مناعيه زايده، فاجي على الدم بتاعي واخد منه عينه دم واقوم جاي حقنه اجيب الناتشورال كيلر دي واحقنها في التيومر سيل. او مونو نيوكليير سيل بريزنت ان اراوند سول التيومر، يعني اجي على حتت كده حوالين التيومر ميس. او مثلا جيت انا شلت مثلا حته تيومر سيرجيكال ريموفمنت كده، ريموفمنت الحته ريموفال اسفا سيرجيكال ريموفال الحته من التيومر برضو، هلاقي فيها شويه ناتشورال كيلرز مثلا اقوم جاي واخدها وحقنها. تمام، بس كل اللي عايزاكم تعرفوه هنا بس بيبقى انا بحقن بخلايا او بحقن بانتي بودي، خليه يبقى سيلر اميونو سيرم، هحقن بمين الناتشورال كيلر، وتعرفوا الناتشورال كيلر دي ممكن اجيبها منين. طيب هيمور اللي بقى او اميونو ثيرابي وز انتي تيومر انتي بودي، قال لك والله بتجيبي اميونو توكسنز اور ماجيك بالت ثيرابي. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا يا ولاد، كلمه بالت، بالت بالظبط كانها عامله زي الرصاصه. فقال لك الموضوع بيوصل ازاي، انا مثلا عندي ادي تيومر سيل اهو، وادي الانجن عندي هنا اهو كده، تمام. طب ورا عندي انتي بودي، احنا قلنا اهو باسيف اميونيتي وبانتي بودي، انا هدي له انتي بودي اهو. فالانتي بودي ده بيكون عليه هنا كده ماده مشعه، تمام، بيكون عليه ماده مشعه عامل زي البلط بلط، يعني الرصاصه. عارفين لما حد يمسك مسدس كده ويضرب حد بالرصاصه، الرصاصه ما بتخطئش، يعني تمشي كده زي الصاروخ كده تقوم جايه خبطه. فكذلك هنا بنشبه الانتي بودي ده انه عامل زي الرصاصه، يقوم جاي اول ما نحقنه يقوم جاي داخل كده زي الرصاصه ماسك في الانجن، فلما يمسك في الانجن يقوم جاي ميكسر الانجن ده ودمره، عشان كده بنسميه بلط. فيقول لك ان اميونو توكسنز اور ماجيك بلط ثيرابي انتي تيومر انتي بودي كابلد ويز توكسيك مولكيولز او ريديو ستوبز او دراجز. يعني الانتي بودي انا ممكن امسكه في دواء مثلا، ممكن امسكه في ماده توكسيك تقوم جاي مدمره اي حاجه، المهم ان انا بمسك الانتي بودي ده في حاجه اول ما يروح يمسك في الانجن يقوم جاي مدمره. تمام، انتي ايديوتايبك انتي بودي، يعني عشان اثبت لكم يعني ان هم بيقولوا كلام عجيب، ايديوتايبك انتي ايديوتايبك انتي بودي معناها ايه؟ اللي ده معناه ان انا عندي انتي بودي، ثانيه، انتي بودي المفروض ان انا عندي الانتي بودي ده في حاجه اسمها الانجينيك بايندنج سايت، يعني الحته الانجن بيمسك فيها مثلا. تمام، طيب قال لك الانتي ايديوتايبك انتي بوديز دي نوع من الانتي بوديز بتروح تمسك في الانجينيك بايند، الانجينيك بارت اوف ذا انتي بودي. يعني عايز تقولي ان الانتي بودي بيمسك في انتي بودي؟ اقول لك اه، النوع ده من الانتي بوديز بيروح يمسك في الانتيجينيك بايندنج سايت بتاع الانتي بودي، ويا اما يستيميوليت الانتي بودي يعني يحفز الانتي بودي، يا اما يعمل سبريشن للانتي بودي. فيقول لك ان الانتي ايديوتايبك انتي بوديز هاف بين يوز ان ذا تريتمنت اوف بيتا سيل لينفوما. بس تعالوا بقى نراجع بقى احنا قلنا ايه. احنا قلنا المحاضره بتاعتنا بعنوان التيومر اميونولوجي، وعرفتوا ايه الحاجات اللي ممكن تحول الخليه من نورمال الى خليه مالجنان، سواء كانت بقى مواد كيميائيه فيزيائيه او اي فيروسات. قلت ساعتها الجهاز المناعي بيزيد، فلاقي انتي بودي ولاقي ناتشورال كيلر وماكروفاج، ودي حاجه بنسميها اميون سيرفلنس، المراقبه المناعيه. كل ما شخص كانت مناعته ضعيفه كل ما قدرته على مواجهه السرطان بتقل. طيب بعد كده قلت ان كل ما كان التيومر عنده ليمفوسايت كتير كل ما كان البروجنوز احسن، فيحصل له ريجريشن سبونتينوس زي الميلانوما والنيوروبلاستوما. تمام، برضه دي معاده. قلنا تيومر انجنز اما تيومرز سبيسيفيك، يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني موجوده على المالجنان سيل ومش موجوده على النورمال سيل، زي مين؟ زي الفيروس انديوز انجن، زي الكيميكال اند الفيزيكال كارسين انديوز كانسر، وزي الميوتيتد انكوجين والميوتيتد تيومر سبريشن زين. طب تيومر سبريسر جين اسف. الفيروس انديوز انجن يعني ايه؟ قال لك والله الفيروس الخليه اللي جواها اونكوجينيك فيروس بتطلع انجن على سطحها، يا اما الفيرال بروتين يا اما نيو انزيمز. قلنا الانزيمز دي بيستخدمها عشان تساعده في عمليه الريبليكيشن، وخدنا مثالين مهمين، بريكيت ليمفوما اللي بيتعمل بالابشتاين بار فيروس واللي بيعرض على سطح الخليه نيوكليير انجن، والهيومن بابيلوما فيروس اللي بيعمل كانسر في السيرفكس بيعرض على سطح الخليه البروتينز اي 6 واي 7. طيب بعد كده الكيميكالي اند فيزيكالي كارسين انديوس كانسرز، يعني الكانسرز اللي بتحصل بيه كيميكال او فيزيكال كارسين، قلنا اهم حاجه كومبليتلي يونيك تيومر سبيسيفيك انجن، يعني لو انا عندي ماده كيميائيه بتعمل لي سرطانين في مكانين مختلفين، الانجن بتاع السرطان ده مختلف عن الانجن بتاع السرطان ده، وبالتالي الريسبونس بتاع المناعه للسرطان ده غير السرطان ده. طيب الميوتيد اونكوجين، قلت والله ان انا طبيعي عندي جينز، والاونكوجينز دي لو حصل لها ميوتيشن بتكون لي كده مواد زي البيبتايدز بتعمل ايه؟ جين، بتعمل سرطان تيومر. طيب عندي تيومر سبريسور جين اللي هي مثلا زي البي 53، لو حصل له ميوتيشن يعمل لي جين. طب مثال الجين اللي ممكن يحصل له ميوتيشن زي الراس. طيب طب التيومر اسوشيتد دي موجوده في الاثنين، مالجننت وموجوده في النورمال سيل. قلت حاجات كده اسمها سايلنت جينز، يعني ايه سايلنت جينز؟ يعني موجوده طبيعيه بس لما يحصل شويه تغيرات في المكان او في الظروف تعمل لي كانسر، زي الانكو فيتال انجن. قلت والله دي جينات او انجنز موجوده نورمالي في الفيتوس بس لو موجوده في الادلت
تعمل مشاكل زي الالفا فيتو بروتين لو لقيته عند الادلت معناه ان هو عنده هيباتيك كارسينوما. الكارسينو امبريونيك انجن لو لقيته عند الادلت معناه انه عنده كانسر اوف ذا انتستين او كانسر كولون. تمام، قلنا ان الانجنز دي النوع من الانجنز دي بتبقى ان الاميونولوجي بتاعتها او ان هو بيبقى لو اميونولوجيك، يعني مش بيستحس الجهاز المناعي قوي. طيب الكانسر تيست جينز، قال لك والله دي جينز او انجنز موجوده نورمالي سايلنت في كل حته، تيجي عند تيست تقوم جايه عامله لي ايه، عامله لي سرطان. زي الميلانوما انجن جينز دي فيرست ايزوليت فور هيومن ميلانوما سيلز، يعني اول نوع من السايلنت جينز اني اكتشفها كانت في الميلانوما سيلز. طيب بعد كده التيشو سبيسيفيك ديفرنشيشن انجنز، قلنا والله دي انجنز موجوده نورمالي ولكن لما بتزيد عن حدها بتعمل ايه سرطان. زي البي الاس اي موجوده نورمالي عند الراجل ولكن لما تزيد وخصوصا لما تزيد عن 10 بتعمل ايه بروستات كانسر. تمام، بعد كده قلنا دور المناعه في انها تهاجم التيومر، يا اما النون سبيسيفيك اميون ريسبونس يا اما سبيسيفيك. نون سبيسيفيك يعني دور مين، دور الماكروفاج انها بتدمر الخليه بتدمر خليه التيومر، يا اما تفرز بروتيوتيك انزيمز او سايتوتوكسيك او تيومر نيكروتايزنج فاكتور. او دور الناتشورال كيلر، الناتشورال كيلر نفس القصه برضو بتاكتف تتحول لحاجه اسمها لاك. طب دور السبيسيفيك اميون ريسبونس، يا اما السيل ميديتد اللي ليها الميجور رول او دور الهيومورال اميونيتي اللي ليها الماينور رول. السيل ميديتد يبقى دور بتكلم عن حاجتين، تي هيلبر اللي بتتاكتف لما تشوف التيومر انجن فتفرز ليمفوكاينز، الليمفوكاينز دي تاكتف مين الناتشورال كيلر والماكروفاج. طب تي سايت توكسيك بتعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا، بتحفز الابوبتوز. ازاي؟ بتفرز سايت توكسيك بروتين يخرم الممبرين بتاع الخليه السرطانيه، فلما يخرمها بيحفز حاجه اسمها ايه الفاكتور اوف ابوبتوتيك سيجنال، فلما يحفزه الخليه يحصل لها ابوبتوزس فبتنتحر. الهيومورال ميكانيزم اللي هي ليها الماينور رول عن طريق الانتي بودي بتبدا تمسك في التيومر وتحفزه وتحفز الكومبلمنت او تدمره يعني من الاخر. بعد كده قلت ازاي التيومر سيل بتهرب من الجهاز المناعي، قلت والله سبع طرق، يا اما بتخبي نفسها بتخبي الانجن او بتقلل تعمل داون ريجيشن للام اتش سي كلاس 1، او اصلا في بعض التيومرز ما بتعرضش للام اتش سي كلاس 2، او سنيكينج ان هي بتتسلل خفيه كده، او انجينيك موديشن زي قلت لكم المثال بتاع العربيه الشورت ده، والتيومر برودكت انها تفرز شويه مواد بتثبط المناعه، او تولرنس خلاص زي موضوع السجاير كده ان التيومر عمال يطلع انجن والجسم اصلا بيغفل لحد ما الجسم خلاص هيبقى اصلا متعود على التيومر ده ومش هيتفاجئ الا لما يبقى حصلت كارثه كبرى يعني. بعد كده قلنا تيومر ماركرز، يا اما هستخدمها في الدياجنوزس يا اما الفولو اب. قلت عشان اقول على تيومر ماركر ده ان هو ايديال، يا اما لازم يبقى ريليز من التيومر تيشو مش من نورمال سيل، لازم يبقى سبيسيفيك لكل تايب، يطلع في ايرلي الكونسنتريشن بتاعه في البلاد يبقى بروبوشنال تو ذا تيومر مايس وبريزنت فيه الكول الناس اللي عندها نفس الايه التيومر. تمام، قلنا والله طبعا ما فيش تيومر ماركر بالمثاليه ديت يعني. بعد كده قلنا امثله، وطبعا قلت لكم الامثله دي ان شاء الله انتم تحفظوها يعني باذن الله ربنا يعينكم. بعد كده قلت ازاي استخدم المناعه في علاج الكانسر، قلت والله لازم اقوي المناعه الاول، لو مثلا عندي تيومر لود كبير هقلله، مثلا اغير التيومر سيل شويه بحيث اخليها مور انجينيك فتتحس الجهاز المناعي اكتر، لو الشخص ده اميون كومبرومايزد او المناعه بتاعته ضعيفه اقويها اكتر. بعد كده خدنا جدولين كده الاكتف والباسيف، قلت فرقت لكم بين الاكتف، اكتف يعني انا ايه، يعني الجسم هو اللي هيقوم بالمناعه، هو اللي هيكون الخليه المناعيه والانتي بودي. قلت لكم نون سبيسيفيك زي ما قلت لكم كده بحقن ببكتيريا هتزود الجهاز المناعي وبالمره تقوم جايه مين قتله او خليه السرطانيه دي، او سبيسيفيك بقى انا بحقن بخليه سرطانيه، او باسيف بقى لا ده باسيف ده يا اما بحقن بخليه فسماها سيلولار اميونيتي زي ان انا بحقن بالناتشورال كده، قلنا يا اما نجيبها من البريفرال بلاد بتاع الشخص اللي عنده تيومر ده او اجيبها من حوالين ايه التيومر ميس، او بحقن الهيومورال يعني بحقن بالانتي بودي. قلت حاجه اسمها البالت سيرابي زي ما قلت لكم كده ان الانتي بودي بيبقى ماسك فيها كده عامله زي الطلقه كده بتروح تمسك في الانجن وتدمره على طول. طيب دلوقتي بقى نحل شوية اسئلة كده. اول حاجة الالفا فيتو بروتين is tumor marker for ايه؟ هسيبكم تفكروا شوية كده. ها ترى اللنج الليفر كولون كانسر ولا كوليكارسينوما؟ الليفر كانسر اللي هي الهيباتيك كانسر يعني. طيب an ideal tumor marker is released from the tumor cell and normal cell ولا detectable early؟ والله ده قلت عشان يبقى ايديال لازم يطلع من التيومر سيل بس في اول واحده، دي غلط تكتبوا الايرلي. اه قلت كل ما كان يحصل ديتكشن ايرلي كل ما كان الموضوع احسن. طيب ترو او فولس تيومر ماركر which is proportional to the tumor mass ID يعني الكونسنتريشن بتاع التيومر ماركر كل ما كان يتناسب تردي مع تيومر ماس فاقول عليه ايديال. ها صح. طيب السي اي 15 3 ده اذا تيومر ماركر فور ذا اوفيريان كانسر، فاكرين السلايد الرخمه دي كان واحد منهم فهي تبقى غلط بريست كانسر. واخيرا الدنيا فانية والله وما تستاهلش ان احنا نزعل عليها، ويعني افتكروا انه كل تعب او كل مشقة بتلاقيها قصاد انك تفهم حاجة او تحفظ حاجة فهي في ميزان حسناتك والله يعني، وربنا ييسر لكم كل عسير وييسر علينا جميعا يا رب، وان شاء الله تبقوا دايما في احسن حال. واتمنى ان يكون وصلت لكم اي حاجة، ويعني لا تنسوني من صالح دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.